اليوم راح أسولف لكم عن هذه المجموعة. طبعا هي مجموعة حق البشرة، وتدرون كثر أنا أحب سوالف السكين كير. بالضبط صار لي الحين أسبوعين وكم يوم قاعد أستخدمها وقاعد أجربها، وحبيت أن أقول لكم عنها عشان تبلشون فيها معاي. أول شيء المجموعة عبارة عن 4 أشياء: 2 سيروم وكريم عين وانبولات للبشرة. بالنسبة لي أنا حسيت بتغيير وايد حلو. أول شيء حسيت أن بشرتي بدون ميك اب فيها نظارة، فيها لمعة، كني أنا توني مسوية جلسة بلازما بالعيادة. شفتوا هذا الشعور؟ بس طبعا كل هذا مع العناية والاستمرار. اللي لاحظته بعد والحلو بهالمجموعة أن هي شاملة كل شيء، يعني أي مشكلة عندك ببشرتك ما راح تطلع برا هذه المجموعة. هم مخصصينها حق البشرة كاملة، مسوينها بوكس كامل حق البنات اللي يبون ياخذون كورس كامل حق بشرتهم، ما يبون يشترون أكثر من منتج ويبون ياخذون نتيجة أكيدة. أول شيء بتكلم عنه هو هذا السيروم. السيروم فيه مجموعة بروتينات وفيه حمض الهايلورونيك أسيد اللي هو موجود بإبر الفلر. مثل ما قلت لكم هالحمض وايد مهم حق البشرة، وهو أصلا موجود بأجسامنا، فإحنا نحاول أن نستفيد منه كثر ما نقدر إذا لقينا منتج متكون منه. الحمض هذا بنات يستخدم حق شد البشرة، حق تعبئة الأماكن اللي تحسين أن وجهك فيها شوي خايق، نفس مثلا خطوط الابتسامة، حوالين الخشم، آخر الخدود لما تحسين ان الوجنات شوي طايحة. هذا السيروم اسمه يونيك ليفتينج، حق الشد وتعبئة الخطوط اللي بالبشرة. وغير هذا كله السيروم فيه خلايا جذعية نفس طريقة البلازما. احنا نسوي كذي بالعيادة ونسحب دم ونحط فيتامينز وميزو أشياء عشان تاخذين جلسة بلازما وتطلعين وجهك في نظارة فورية. انتي صار عندك الخلطة بالسيروم هذا ببيتك، كل يوم تستخدمينه قبل النوم على الأماكن اللي فيها خطوط تحسين ان وجهك فيها خاق. مثل ما قلت لكم السيروم الثاني اللي هو حق المشاكل اللي احنا كلنا نعاني منها، تطلع لك حبة فجأة، تحسين ان بشرتك فيها بقع واثار حبوب، تحسين ان عندك مشكلة التيزون اللي هي الرؤوس السوداء حوالين الخشم، تحسين وايد بشرتك قاعد دهن. هذه المشاكل تمشي مع هذا السيروم. والحلو فيه انه فيه فيتامين سي واي واف. فيتامين سي نفس ما انتو تدرون بنات انه هو يفتح البشرة. اذا عندك اثار حبوب متأزمة منها، تحسين انه وايد وجهك شلونه مو متوحد، في فيتامين سي بهالسيروم فراح يحل هذه المشكلة. فيتامين اي اللي هو يرطب البشرة وغني بالكولاجين اللي يعزز الخلايا بالبشرة. الحلو بهذا السيروم بعد ان انتو تقدرون تستخدمونه قبل الميك اب، قبل النوم، أي وقت تقدرين تحطينه، كلش مو مؤذي. والمجموعة كاملة تناسب جميع أنواع البشرة، سواء كانت بشرتك حساسة، دهنية، عادية، مختلطة، جافة، تخلطينه مع أي كريم راح تاخذين نتيجة وايد حلوة. السيروم هذا مثل ما قلت لك تفتيح للبقع وعادل مستوى الدهون بالبشرة، ما يخلي وجهك يدهن أو يزيت. والحلو بعد إذا في تيزون يختفي تماماً، إذا عندك حفر وندبات راح يخففها ويقللها لأنه يعبي المنطقة. الشيء اللي قبل الأخير بالمجموعة هذا الشيء الفظيع، بالضبط أنا بالنسبة لي هذا شيء حق العيون وايد ممتاز، لأنه هو ما يشتغل بس على الخطوط، هو no dark circles no bags، يعني ما في انتفاخات ما في خطوط. الثلاث أشياء اللي هي دايما نعاني منها حوالين العين، هذا الكريم هو اللي راح يعالجها لكم. لأن لما تقومين من النوم تحسين إن حوالين عينك في انتفاخ، هو يقلل هالمشكلة. الهالات تخف تقريبا بنسبة 50-80% مع الاستمرار. الخطوط رسمي راح تتعبى لأن كله فلر،
كلها هيالورونيك أسيد. آخر شيء بقول لكم عن هذه الأمبولات على السريع، هذيل اسمهم ماجيك شوت. قبل تحطين ميك اب، إذا عندك مناسبة، عندك عرس، تبين تحرين الناس، تبين مكياجك يطلع وايد قوي، تبين بشرتك تكون فيها نظارة أو شد، ما عندك وقت تسوين جلسة نظارة بالعيادة، هذه الأمبولة قبل الميك اب، أو أنتوا تستخدمونها كعناية. أنا أستخدمها بس مرة بالأسبوع، وهي ما تضر إذا سويتوها مرتين بالأسبوع أو ثلاث مرات، لأن المجموعة الصراحة كاملة متكاملة، وسعرها يعني يصدم اللي ما ينصدم. الحين أبي نتكلم عن طريقة الاستخدام. أنا أول شيء أحط هذا السيروم اللي هو في فيتامين سي، فيتامين إي، فيتامين إف، حلو، أحطه على بشرتي، أنطر يعني كذي دقيقتين، بعدين أستخدم هذا السيروم الثاني اللي هو الليفتينج حوالين الشفايف وحوالين العيون وآخر الخد وعلى الرقبة، تقدرون انتوا تمكسونهم ويا بعض، بس انا احطهم كذي واحطهم مرات كذي عادي ما يضرون، اهم شيء ان انتوا تحطونهم ويا بعض. بعدين تستخدمين كريم العين، هذه العناية اللي انت مطالبة انك تستخدمينها وتستمرين عليها، المجموعة جبارة حق البشرة.